السلام عليكم يا سادس. اليوم إن شاء الله راح نبلش في الوحدة الأخيرة من كتابنا، وهي الوحدة السادسة، المياه في حياتنا. أهداف الوحدة مثلا أهمية المياه في الحياة، بدنا نتعرف على أهمية الماء في الحياة، أيضا بدنا نتعرف على مصادر المياه على الأرض، وأخيرا الهدف الأهم في الوحدة هو كيفية المحافظة على المياه في الأردن. الفصل الأول، مصادر المياه. لازم الكل يعرف يا سادس إنه المياه في إلها مصدرين أساسيين إحنا بنعتمد عليهم في استخدامنا في حياتنا. المصدر الأول وهو مصادر المياه الاعتيادية اللي هو الدرس الأول. المصدر الثاني مصادر المياه غير الاعتيادية. ما الفرق بين مصادر المياه الاعتيادية والغير اعتيادية؟ مصادر المياه الاعتيادية اللي احنا بنحصل عليها بشكل عادي، اللي هو مثلا من المياه البحار، من مياه الانهار، مثلا مياه المياه الجوفية الموجودة في باطن الارض، مصادر بناخذها بشكل مباشر من مثلا من مياه الانهار، من مياه الموجودة في الابار الارتوازية اللي هي موجودة في تحت الارض، او من مياه الانهار. هاي المصادر بتكون غير بحاجة إلى التحلية أو إلى التعديل أو إلى التنقية، بتكون بنسميها هذه مصادر اعتيادية. مصادر غير الاعتيادية اللي هي إن شاء الله بدنا ناخذها للدرس الثاني، الغير الاعتيادية اللي هي مصادر المياه اللي بتكون بحاجة إلى تنقية، إلى تحلية، مثلا إزالة الأملاح منها اللي ما بنقدر نستخدمها بشكل مباشر. أول مصدر حكينا المصادر المياه الاعتيادية، لا يستطيع الإنسان الاستغناء عن المياه. نعم، فهل تبادر إلى ذهنك في أثناء فتح صنبور المياه في بيتك أن تسأل مثلا من أين تأتي هذه المياه؟ أين توجد المياه على الأرض؟ ما نسبة المياه العذبة إلى المياه المالحة؟ أكيد كلياتنا فكرنا في هذه الأسئلة. لو طلعنا على الشكل الموجود أمامنا يا سادس اللي هو توزع المياه على الأرض، بنلاحظ إنه كمية المياه المالحة نسبتها أكبر بكثير وغالبة على نسبة المياه العذبة. نسبة المياه المالحة على سطح الأرض تساوي 97.5% من مجموع المياه الكلية، أما نسبة المياه العذبة تساوي فقط 2.5%. الآن المياه العذبة اللي هي مقسمة على شكل جليديات، على شكل مياه جوفية، وعلى شكل مياه عذبة سطحية أخرى. على شكل جليديات تساوي نسبتها اللي هي المياه العذبة 79%، هاي الجليديات. أما اللي هي مياه جوفية تساوي 20% اللي هي من نسبة المياه العذبة. المياه العذبة الأخرى نسبتها تساوي 1% من المياه العذبة. إذا بنلاحظ إنه نسبة المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض قليلة جدا مقارنة بالمياه المالحة، لذلك يجب علينا الحفاظ على المياه وعلى طريقة استخدامها وعدم الاستهلاك بشكل غير جيد. السؤال الأول، ما أكثر المياه انتشاراً على سطح الأرض؟ حكينا المياه المالحة. ما نسبتها من مجموع مياه الأرض؟ حكينا 97.5%. هل تصلح مياه البحار والمحيطات للشرب بشكل مباشر؟ أكيد لا. ليش؟ لأنها مياه مالحة. ما طرق تحليتها؟ في طرق كثير لتحلية مياه البحار، اللي هي يعني تحويلها من مياه مالحة غير صالحة للشرب إلى مياه عذبة صالحة للشرب، مثلا عن طريق التبخير والتقطير. هذه الطرق التي تستخدم لتحلية مياه البحار اللي هي التبخير والتقطير. من أين نحصل على المياه العذبة؟ حكينا يا إما من الجليديات بعد ذوبانها، أو من المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض بعد استخراجها، أو من مياه عذبة سطحية أخرى مثلا مثل الأنهار والبحيرات. ما نسبتها من مجموع مياه الأرض؟ حكينا نسبتها قليلة وتساوي 2.5%. لعلك لاحظت أن النسبة الكبرى من مياه الأرض هي مياه البحار والمحيطات المالحة، أما المياه العذبة فإنها تشكل 2.5% من مجموع مياه الأرض. ومن الملاحظ أيضا أن الجليديات تشكل النسبة الكبرى من المياه العذبة. لماذا لا نستخدمها الآن للحصول على المياه العذبة؟ لحكينا لأن الجليديات شمالها في الحال الصلبة ما بنقدر نستخدمها
لأنها موجودة في الحالة الصلبة. من أين جاءت مياه البحار والمحيطات وغيرها من المياه؟ للإجابة عن هذا السؤال خلينا ندرس اللي هو المياه السطحية. أول مصدر من مصادر المياه الاعتيادية اللي هي المياه السطحية. مثلا زي إيش المياه السطحية سادس؟ مثل البحار، مثل المحيطات، مثل الأنهار والبحيرات. لو طلعنا على الشكل الموجود أمامنا يا سادس اللي هو ببين لي مسارات مياه الأمطار، أو ممكن نسميها بشكل ثاني اللي هي دورة المياه الطبيعية. دورة المياه الطبيعية كيف تتم هذه المسارات للمياه الأمطار؟ زي ما درستم الصف الرابع والصف الثالث أخذتوه إنه مياه البحار بتكون موجودة على سطح الأرض، عند تعرضها لدرجة حرارة الشمس العالية راح تتبخر، يعني تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. بعد تبخرها تتكاثف على شكل غيوم موجودة في السماء تحت درجة حرارة معينة، تتكاثف على شكل غيوم، ثم تبدأ بالهطول على شكل هطل، يا إما أمطار أو ثلج أو برد حسب درجة الحرارة. ترجع مرة أخرى إلى مين؟ يا إما إلى البحار أو على شكل مياه سطحية جارية، أنهار، محيطات، بحار، بحار، أو إذا ما راحتش على سطح الأرض يعني جريان سطحي ممكن تدخل إلى باطن الأرض تتسرب عبر الصخور وتسمى مياه جوفية موجودة في باطن الأرض. اذكر مصادر المياه التي توجد على سطح الأرض، حكينا يا إما بحار، أنهار، محيطات، بحيرات. ماذا تسمى المياه التي توجد على سطح الأرض؟ تسمى مياه سطحية، نطلق عليها مياه سطحية. إذا المياه السطحية هي المياه التي توجد على سطح الأرض. ماذا تسمى المياه التي توجد في باطن الأرض؟ تسمى مياه جوفية. إذا المياه الجوفية هي المياه التي توجد في باطن الأرض. مهم جدا يا سادس الفرق بين المياه السطحية والمياه الجوفية. كيف يمكن المحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها؟ طيب مياه الأمطار سقطت، حكينا أنه في منها بروح جريان سطحي، في منها بتسرب إلى باطن الأرض، في منها برجع يتبخر، مش رح نستفيد منه صح؟ طيب كيف بقدر أستفيد وأقوم بتجميع مياه البحار واستفيد منها في وقت لاحق؟ يمكن الاستفادة من مياه الأمطار عن طريق السدود أو بناء السدود، زي مثلا الموجود الشكل أمامنا اللي هو سد وادي الموجب، أحد السدود المشهورة في الأردن، ويستخدم للمحافظة أو لتجميع مياه الأمطار وعدم مثلا تبخرها أو عدم سريانها بدخولها في باطن الأرض. هسه السدود يا سادس تبنى أو تقام في أماكن محددة، لازم يكون في شروط لأماكن بناء السدود. مثلا لازم أن السدود تقام على مجاري سيول الأودية والأنهار، الأودية والأنهار لتجميع المياه والاستفادة منها. ويوجد العديد من السدود في الأردن، من أهمها سد الملك طلال وسد الوحدة وسد وادي الموجب، وتستخدم لأغراض مختلفة مثل ري المزروعات أو سقاية المواشي والأغنام. إذا السؤال الأول أين يمكن أن تقام السدود؟ تقام على مجاري السيول الأودية والأنهار لتجميع المياه والاستفادة منها. لماذا تقام؟ لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها. أذكر اثنين من استخدامات مياه السدود، حكينا ري المزروعات وسقاية المواشي. ويعطيكم